مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ويعني قبل ما نيجي لحضراتكم كنتوا حضراتكم متابعين التقرير الجميل اللي شفناه عن فتيات في أدوار قيادية. طبعا ده كان شعار لليوم العالمي للفتاة اللي طبعا نظمته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة ومنظمة بلان الدولية بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج وعدد من السفراء والمسؤولين. وده اللي احنا دايما بنؤكد ان دايما الجهود المبذولة من قبل الدولة، وان احنا بنشجع الفتيات والشباب طبعا في كل القطاعات، وان شاء الله نرى الافضل والافضل الفترة اللي جاية ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا دلوقتي في قريتنا مع فقرة السياحة والاثار، والنهاردة طبعا هنتكلم عن الواحات البحرية، وبس هنحاول ان احنا ندخل في تفاصيل اكتر عن العادات والتقاليد اللي موجودة في هذه الواحات. طبعا حضراتكم عارفين ممكن يكون في حد ما راحش هذه المنطقة، ولكن المنطقة دي مليئة بالآثار الجميلة وكمان لها طبيعة خاصة، فحابين نعرف الناس اللي عايشين فيها عاداتهم وتقاليدهم ايه، وايضا نتكلم بتفاصيل اكتر. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح مي يكلمنا عن هذا الموضوع وجود الدكتورة فاطمة عبد الرسول المدربة بمركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. دكتور منورانا ومشرفانا في استوديو صباح مي. حضرتك والسادة المشاهدين اهلا وسهلا. الحقيقة دايما لما بيكون يعني في منطقة بنسمع عنها كتير، أو مثلا في ناس تكون راحتها أو ما راحتش بس بتسمع عنها، بيحبوا يعرفوا تفاصيل عنها وتفاصيل يعني خاصة شوية يعني، فيعني لما نعرف عادات وتقاليد الناس اللي عايشة هناك بنحب إن احنا نطلع عليها يعني. فنبدأ مع حضرتك بالعادات بتاعتهم. الحقيقة إن الواحات البحرية بتحكمها عادات وتقاليد بتميزها عن باقي المدن المصرية. الواحات عندنا مجلس عرف متكون من بيجمع بين القرى أو مدن الواحات البحرية، بتتمثل في أو بتتكون من مجموعة من الأشخاص لهم ذوي قيمة وقامة في مجتمع الواحات وليهم كلمتهم وتأثيرهم على المجتمع، وده بالحب مش بالإجبار، وإحنا بياخدوا قراراتهم وإحنا بنمشي وراء قراراتهم وتحركاتهم. يعني بيحلوا بالظبط، بيحلوا جميع لو في مشاكل بين العائلات، اي نزاع، اي قرار بيتخذ لازم بنرجع للمجلس العرف، وهو ده يعني العيله بتاعتنا. عيله مكبره كده لكل اهل الواحات البحريه، وبيحتضن جميع ابناء الواحات البحريه. ده موجود لغايه دلوقتي؟ ده ما زال موجود لحد دلوقتي. طيب يعني القائمين على هذا المجلس بيبقى ليهم صفات معينه علشان يقدروا ان هم يبقوا متواجدين، ان هم يحلوا كل المشاكل دي، ليهم صفات معينه كده؟ طبعا بيبقوا كبار اهل البلد، كبار العائلات، بيتكون من عمد القرى والمدن، بيبقى ليهم كلمتهم المسموعة يعني، وقراراتهم اللي هم بيتخذوها بيراعوا فيها أبناء الواحات، يعني يكونوا على قدر من يعني هم موجودين على قدر من العقلانية ومن الأخلاق ومن الأصول، يعني بتبقى حاجة متوارثة عن جدودنا، يعني مش أي حد، لا هم ناس بيبقى ليهم قيمة وقامة عندنا من كبارات العائلات في الواحات. من أكتر المشاكل يعني اللي بتروح لهم أو إن هم بيحاولوا ان هم يحلوها، هل في حاجات الحمد لله ان الواحات ما يعتبرش ان فيها مشاكل اسريه زي ما قلت حضرتك، لان هو بتجمعهم ترابيزه واحده ولقاء واحد، في مشكله نزاع على الارض، نزاع بين طرفين عائلتين على اي حاجه، لا بتقعد وبتتحل الاطراف وبيتراضى الجميع وبيمشي خلاص، ما بيتبسش في الموضوع او بيتم فتح المواضيع تاني، خلاص كده تم ويعني وسبت واتخذنا به كلمه المجلس العرف. برضو اذا كان في افراح او كان في حد عايزين يساعدوه ماديا اي حاجه برضو بيجمع في مجلس العرف، يعني هو التمركز بتاع المدينة وبيجمع كل أهل الواحات. وبعد ما يعني تخلص الجلسة دي ما حدش يفتح الموضوع تاني؟ خلاص لا، انتهت، بتتحط شروط وبتحط قواعد وضوابط ان لا خلاص هو تم الأمر في الموضوع، ما فيش فتح أو قرار فيه تاني، يعني خلاص يتخذ فيه تاني، وإحنا كلنا بقى بنحترم تحركاتهم وقراراتهم، فكده بناخده على عاتقنا خلاص، يعني هم كبراتنا زي ما بنقول يعني. دي عادات وتقاليد معروفه في الواحات. طيب حابين لو حضرتك يعني ننتقل لجزئيه ثانيه وهي الثروات الاقتصاديه. يعني احنا كمان عندنا في برضه في العادات والتقاليد اللي بتميزنا، بس مش كم بجانب المجلس العرف، عندنا الولائم، يعني زي ولائم الافراح، يعني لو اقام فرح لاي احد من افراد الواحات كلها بتشارك فيه،
ما فيش حد يعمل فرح لوحده او لأ، كل المدينة لازم عدد معين؟ لأ لازم، لا لا لا، ما فيش عدد معين، بيتفتح الوليمة لكل أهل الواحات وبتقام الذبائح على عدد أهل البلد. يعني بالضبط نفس النظام في تشييع الجنائز مثلا، يعني ما فيش حد توفى وانا اقعد في بيتي، لازم كل المدينه بتقوم على تشييع الجنازه، وده بيبقى تدين اللي هو بيؤكد التدين الفطري اللي عند اهل الواحات. المراه نقطه الولايم دي يعني افرض ان حد غير قادر ان هو يقدر بنساعد، ما ده بقى اللي هو موضوع اللي هو يخص كمان المجلس عرفه، وده سبب من اسباب ان احنا بيحكمنا قرار في حد مش قادر ماديا، المجلس العرفي بيقوم بيساعد من كل اهل الواحات وبنشاركه ماديا ومعنويا وبنسانده بجانبه. يعني عندنا كمان السيده بيبقى ليها، المجتمع الواحاتي بيقدر مكانه المراه وبيعززها وواعي جدا عن باقي المدن الصعيد، بيديها كل حقوقها الشرعيه، بيعززها. السيده ما بتنزلش من بيتها، يعني بيجي لها كل طلباتها لحد عندها، ما عندنا السيدة تنزل في الشارع وتتجول، ما فيش اختلاط بين الرجل والمرأة إلا في حدود ضيق بين العائلة الأسرية مثلا، أو في المناسبات إذا نزلت للسوق بتنزل ومعاها بيصطحبها جوزها، وبتروح في المناسبات بتبقى مثلا في الأعياد أو وقت دخول المدارس وعايزة تجيب حاجات لأولادها، وبيكون معاها زوجها في في شراء الحاجات دي يعني. فإحنا عندنا عادات وما زلنا الحمد لله محتفظين بيها بتميزنا عن باقي المدن، بتقلل مثلا الجريمة أو الاعتداء أو أي كان من أنواع الجرائم. الحمد لله يعتبر ان الواحات ما فيهاش اي حاجه من هذه الاسباب. عدد السكان فيها ضخم يعني؟ لا، عدد السكان في الواحات يعني ممكن يتراوح ما بين 90,000. المدينه كلها؟ المدينه كلها احنا يعني بالعدد قليل، بتبقى كلهم عارفين بعض يعني؟ احنا الواحات كلها يعتبر عيله واحده، يعني كأن الواحد كلنا عيلة واحدة بالفعل. ما هو المجلس العرف ده بيجمع بين العائلات، كلنا عيلة واحدة، بنقعد بيقعدوا على ترابيزة واحدة، فمشاكلنا كلها بتنحصر في المجلس ده، يعني ما بتتعداش كده وبتتم حلها وتمام. نعم. طيب احنا يعني احنا معانا صور برضه لو حابين حضرتك تعرف لنا عليها. مش شايفة من ال هي دي 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 المياه الكبريتية في الواحات البحرية. اللي بعدها دي موجوده هناك، دي موجوده هناك. وفي دي مياه كبريتيه بتلاقي البارده وبجانبها السخنه، نفس في نفس في نفس المكان. والناس بتحب انها تروح تزورها وتشوفها. ايوه دي يعني. دي كمان بتبقى مصدر للعلاج، للسياحه العلاجيه. أوكي. وتبقى مصدر للمياه والشرب، عندنا بتبقى مياه معدنيه يعني نظيفه جدا. برضو ده جزء برضو حابين نعرف. دي المساكن الواحات القديمة. وكان في الواحات القديمة المساكن وجابين منها الحقولهم ومزارعهم. دلوقتي بقى البنى تطور شوية في الواحات، إنما دي الواحات القديمة. بتعتبر تراث وحاجة تاريخية للواحات. دي الكنيسة، دي الكنيسة القبطية والوحيدة اللي بالحالة الجيدة في الصحراء الغربية كلها في الواحات البحرية، بترجع لبداية القرن الرابع الميلادي. طيب لو ننتقل الكنيسه دي في منطقه الحيز، وبها يعني مساحه زراعيه شاسعه، يعني فيها زي ما بيقول خير ربنا موجود في الحيز، فيها سياحه، فيها الاثار بتقام عليها السياحه. لك ان تتخيل حضرتك ان الحيز بتبعد 45 كيلو عن مدينه البويطي، وهي تمركز الواحات البحريه، ما فيهاش كهرباء الى الان. الناس هناك عايشين بدون كهرباء، بها مكن اللي هو الديزل، بيطفي عليهم الإنارة هناك، بيولعوا المكن دي من المغرب ل 12 بالليل فقط، سواء صيف بقى شتاء، لا ما فيش خالص كهرباء في الحيز. قدموا طلبات يعني ان يخشوا؟ وقدموا بالظبط. ويعني احنا في القرن 21 وما زال مجموعه من البشر وعدد لا يستهان به في الحيز، مدينه تعتبر واحه لوحدها. يعني احنا بنقول واحات ما بنقولش واحه واحده، لان كل مدينه في الواحات البحريه وتعتبر وكانها واحه، ده بالفعل ليها مساحتهم، المساحه السكنيه والزراعيه ليهم، الاماكن اللي بيدفن فيهم موتاهم، فبتعتبر كانها واحه. الحيز مدينه جميله جدا، ولكن ينقصها الكهرباء.
قدموا طلبات وعمل ليهم مكان ديزل. لا احنا بنطالب ومناشد سيادة الرئيس ان نأمل بإذن الله تعالى، واحنا شايفين توجه الدولة وسيادة الرئيس في التنمية وصحراء الوادي الجديد، بس احنا ينقصنا حاجة واحدة بس، توضيح للمسؤولين ان احنا الواحات تتبع جنوب الجيزة، احنا منطقة نائية صحراوية حدودية لكن آمنة جدا. احنا بنعامل دلوقتي معاملة المهندسين، لكن احنا بنفتقد للمزايا المناطق النائية اللي بتتميز، اللي بتتميز بها سيناء والوادي الجديد. يعني احنا لو رجعنا مثلا لمشكلة التقنين نلاقي مدينة الفرافرة اتقننت ب 15 و10 جنيه للمتر، مدينة الواحات البحرية ب 100 جنيه و80 جنيه للمتر، برغم ان احنا الاثنين مدينة صحراوية نائية واحدة، ولكن هنا ان واحد الفرافرة لقت المساند او المسؤول منها وكان عضو في مجلس الشعب يظهر يعني او يوضح صورة مدينته، مدينة الفرافرة. احنا ينقصنا في الواحات البحرية الحتة دي، ان احنا عايزين نوضح للمسؤولين ان احنا مدينة نائية صحراوية حدودية امنة جدا، ما عندناش اي نوع من الارهاب او الصورة اللي واصلة هناك. البلد اهل البلد امن جدا، يحكمهم عادات، ناس طيبين جدا، متدينين بالفطرة. عندنا البنت لما بتتخطب هي بتلبس النقاب، لا ننتمي لأي جماعات ولا أي أحزاب خالص، فيها ثروات اقتصادية كبيرة جدا، محتاجة بجمالها وسحر الطبيعة اللي فيها وطيبة طبعا. ناسها محتاجة الاهتمام إن شاء الله من الدولة بإذن الله. يعني كمان الواحات أول سيدة تدفع بيها في ترشح لمجلس النواب أنا السنة دي، ودي أول سيدة في تاريخ الواحات البحرية تتقدم للترشح، وتقدمت لده. أنا حاسة بأهل بلدي، حاسة بمسؤوليتهم، يعني لازم يكون حد إن شاء الله من الواحات، نأمل بإذن الله يكون حد من أهل الواحات في مجلس البرلمان، يكون حاسس بمشاكل أهل الواحات، لأنه محدش هينقل صورة أهل البلد إلا اللي منهم، اللي حاسس بيهم وعاش في وسطهم. لا واحد كمان يعني زي ما حضرتك أوضحت الأمال والطموحات اللي حضرتك بتتمنيها، احنا واثقين طبعا في القيادات إنها إن شاء الله تنظر لده طبعا بإذن الله. هي بس ناقص توضيح الصورة، لكن أنا طبعا واثقة جدا من توجهات سيادة الرئيس إن هو اتجه لحضرته الفرافرة وبيقيم فيها مشروع المليون نخلة، لكن احنا الواحات كمان عندنا 3 مليون نخلة يعني مجهزين، محتاجين بإذن الله نعمل فكرة بورصة التمور اللي عملتها السعودية وبتدخل دخل مش بسيط جميل جدا بجانب البترول. نأمل في مدينة صناعية عندنا في الواحات مساحة صحراوية كبيرة جدا، نأمل في إنشاء مدينة صناعية عشان تنهض بالواحات وبناء عليه تيجي الخدمات. إحنا كل مشكلتنا بعد الواحات واتباعها، يعني إحنا بنتبع إداريا محافظة الجيزة، ده اللي خلانا يمكن ملفتش نظر المسؤولين لينا إن إحنا بنتبع تبع محافظة الجيزة. إن شاء الله ينظروا لها بإذن الله، ده أكيد بإذن الله، وأنا شايفة بإذن الله توجيهات سيد الرئيس في التنمية بإذن الله. هو بس إن شاء الله نوضح الصورة بإذن الله كل شيء يتحل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا بشكر تشريف حضرتك لينا وكلامك عن الواحات، ونراها الأفضل والأفضل يا رب الفترة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله. شكرا. مشاهدينا مشكور جدا الدكتورة فاطمة عبد الرسول المدربة بمركز الدكتور زياء حواس للمصريات. مشاهدينا بكده خلصت الفقرة، وخلصت كمان حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله بكرة مع صباح مية جديد، وأشوفكم على خير، وصباح على خير.